السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد، جرعة امل جديدة في هذه القناة وهذا الفيديو. ان شاء الله لكل سيدة كتقول بان الحلم ديالها مستحيل، كل سيدة كتشوف الفيديو ديالي الان وهي منهارة محبطة وعندها يعني نوعا ما القلق والتوتر لما يحصلش الحمل. من هذا الفيديو هذا ومن هذا المنبر كنبغي نقول لك خليك ديما في القناة، شوفي التجارب ديال السيدات اللي غيعطيوك المزيد من التفاؤل والأمل والمزيد من الجرعة الإيجابية باش تبحثي على الحمل وباش تقلبي عليه انت براسك بوصفات طبيعية. وعلاش لا يحدث الحمل بسرعة؟ لأن يعني مسألة الحمل والإنجاب خاصكم تعرفوا هي رزق بيد الله، ربي هو اللي كيرزقك الدرية، ربي هو اللي عارف شحال غيعطيك ديال الأطفال وقتاش غيعطيهم لك. إذا حاولي أنك فقط دير الإيمان ديالك في الله، قوي الإيمان ديالك، عيشي الحياة ديالك كيف ما هي، ما تبقايش معصبة راسك، والمحور ديالك فقط هو مسألة الإنجاب وقتاش غادي نحمل، وتبقاي تنتظري الدورة، تبقاي تنتظري أيام التبويض. يعني حاولي أنك تخلي الأمور تمشي تلقائية بيد الله، وإن شاء الله ربي غيسر الأمور ديالك. خاصك تعرفي بان بالتوتر ديالك الشديد وبالقلق اللي انت عايشه فيه يعني في هاد اللحظات وهاد الاعوام اللي انت كتفلتيهم وانت ما كتعيشيش بالسعاده اللي خاصك تعيشيها، وكتخلي الايام كتمر عليك وانت فقط كتفكري في هذا الموضوع اللي هو بيد الله. خاصكم ديروا بالاسباب، علاش لا ديروا بالاسباب، ولكن خليوا الامور تبقى ان شاء الله بيد الله، وربي غادي يفرحكم ولو بعد حين، وغادي يفرحكم بالتوام. علاش لا؟ كيف ما فرح هاد الأخت هادي وكان عندها المخزون 0.04، تخيلوا معايا، وربي كرمها بتوأم بنات. يا ربي إن شاء الله تثبت الحمل ديالها وتشوف البنات ديالها في صحة جيدة، ويا ربي إن شاء الله ترزق كل أخت تنتظر الدرية بالدرية الصالحة في القريب وتفرحونا جميع. بطبيعة الحال أن خزان البويضات كيتأثر بالقلق، كيتأثر كذلك بالتغذية الغير صحية، كيتأثر ب الضغط النفسي. يعني السيدة اللي كتعيش ضغوطات في الحياة ديالها اليومية فكتأثر على الإباضة ديالها، كتضعف من حجم البويضات، ما كيخرجوش واحد البويضات سليمة قابلة أنها تلقح ويحصل الحمل. من هذا من ضمن يعني الأسباب اللي كتأدي نقص المخزون ديال البويضات. وهذا المخزون هذا راه ممكن تعرفوا السيدة من خلال عمل تحليل مخزون البويضات اللي هو AMH، هو تحليل دقيق للغاية يساعد في التعرف على مخزون البويضات. ويعني واختاري المختبر اللي يكون سليم، المختبر اللي يكون عنده دقة في التحاليل هو اللي كيمكن لك انك تمشي عنده وتقومي بهذا التحليل هذا باش ما يكونش هناك خطأ. لان كاين بعض المختبرات ملي كتمشي عندهم كتقومي بالتحليل كيطلع لك انه ناقص، ملي كتمشي لمختبر اخر اللي كيكون عنده دقة في التحليل فكيعطيك يعني التحليل الدقيق وكيعطيك العدد المعين ديال البويضات اللي عندك في المخزون ديالك. وخاصك تعرفي كذلك بأن العامل الرئيسي هو التقدم في العمر، كل ما السيدة تقدمت في السن كل ما كيقل لها المخزون ديال البويضات. وهذا لا يعني كذلك بأن السيدات اللي كيكون عندهم مخزون قليل ما يمكن لهمش ينجبوا، لأن ربي هو اللي كيقول الكلمة ديالو، هو اللي كيعرف يعني وقتاش غيعطيك الدرية ولو أن المخزون ديالك يكون ضعيف. خاصك تعرفي كذلك بأن السيدات اللي صغارت في السن ممكن يفقدوا المخزون ديالهم بواحد السن مبكر، يعني في واحد السن واحد العمر مبكر ما يبقاش عندهم بويضات في الخزان ديالهم. وهنا يعني كتعرض السيدة لسن يأس مبكر، كتمشي لها الدورة الشهرية وما كيبقاش عندها إباضة وما كتقدرش أنها تستطع تحمل بواحد السرعة كبيرة. وكذلك يعني كتقدري انت تأثري عليه، يعني المخزون ديالك خاصك تحافظي عليه الأطول فترة ممكنة باش هكا ما تفقديش البويضات ديالك. كاين بعض السيدات بالسرعة ديالهم في الإنجاب، الرغبة ديالهم الشديدة أنهم يكونوا أمهات، كيقوموا بتنشيط للتبويض، وهذا الأمر هذا ممكن يكونوا ما محتاجينوش. وخاصك تعرفي بأن التنشيط راه كيستنزف من داك المخزون ديالك ديال البويضات، وكتقدي أنك تفقدي البويضات ديالك في واحد السن مبكر. إذا حاولوا أنكم
تريحوا البال ديالكم، تطمئنوا، حاولوا انكم تتبعوا تعليمات الطبيب. الا كان عندك هناك مشكل يتعالج، الا كان عندك دوره شهريه غير منتظمه تعالجيها عند الطبيب، تبعي العلاج ديالك، الحصص ديال العلاج خاصها تكون منتظمه. يعني الطبيب قال لك 3 اشهر، كملي 3 اشهر واخا ما تحصليش على نتيجه. يعني كاين بعض السيدات كيبغيو النتيجه يشوفوها من الشهر الاول، وهذا من ضمن الاخطاء اللي كيوقعوا فيها السيدات. راه ممكن ما تشوفيش النتيجه في الحمل من الشهر الاول، ممكن حتى الشهر الثاني والثالث وهكذا. ما تفقديش الامل، صبري شويه، قوي العزيمه ديالك والاراده ديالك، ديما ديري الحلم ديالك بين عينيك، وديما كملي في النصائح اللي كنعطيكم في هذه القناة. ديروا بالنصائح، وأكيد إن شاء الله ربي ما غادي يخيب حتى شي وحدة فيكم، وغادي يرزقها بالدرية الصالحة. هاد الأخت هادي دارت بواحد الوصفة قوية، وصفة رائعة جدا تستحق المشاهدة. ديروا لي اللايكات ديالكم في هذا الفيديو هذا إن شاء الله، باش تعم الفائدة وتوصل هذه القناة وهذا الفيديو لجميع الأخوات اللي مازال كينتظروا معنا بفارغ الصبر. ويا ربي إن شاء الله تكون هذه الوصفة هذه سبب في الحمل ديالهم من بعد الله، علاش لا، ويحملوا ويجيبوا التوأم ويفرحونا أكيد إن شاء الله. إذا الوصفة هي عبارة عن خلطة تتكون من عسل طبيعي، من الأفضل إلى لقيتي وعسل البردقوش يعني، أو تضيفوا له المكون ديال البردقوش، العشبة المعروفة الشهيرة اللي كتساعد على الحمل، مرد الدوش أو البردقوش. ممكن أنك يعني لما لقيتيش في العسل كيكون يعني مسمى ديال العسل اسمه البردقوش، ممكن أنك يعني تضيفي ملعقة صغيرة من العسل. إذا كان هناك عسل عادي يعني الأنواع الأخرى أخرى من العسل، من الأفضل تكون عسل الدغموس أو عسل السدر، ضيفي لهم ملعقة صغيرة من البردقوش يابس. غادي تحاولي أنك تضيفيها لذاك العسل، يكون من الأفضل يكون منقي، يعني من الأفضل تكوني تنقيه مزيان. كذلك غادي يعالج لك هاد الخلطة هادي، تعالج لك كذلك تضعف المبايض، ضعف التبويض. يعني السيدات اللي عندهم ضعف الإبادة فهي خطيرة هاد الوصفة هادي، وإن شاء الله تجيب معكم نتائج مرضية. إذا غنكمل مكونات الوصفة. هي عبارة عن كيلو غرام من عسل البردقوش أو أي نوع من العسل، من الأفضل عسل الدغموس أو عسل السدر، مع 25 غراما من غذاء الملكات أو غذاء ملكات النحل، ثم يضاف إليه 25 غراما من القسط الهندي و 25 غراما من الجينسينغ. معروف بزاف يعني الجينسينغ هو كيتباع عند أي عطار أو أي مكان مخصص لبيع العسل، فكيكون عنده هذا المكون. 5 غرامات من كل من بذور اللفت، الجرجير، البصل. غنحاول أنني نكرر بعجالة مكونات هاد الوصفة. الوصفة هي عبارة عن كيلو غرام من عسل، سواء عسل بردقوش، عسل الدغموس أو عسل السدر، مع 25 غراما من غذاء الملكات، ثم يضاف إليه 25 غراما من القسط الهندي و 25 غراما من الجينسينغ، و 5 غرامات من كل من بذور اللفت، الجرجير، البصل. وغتحاولي انك تاكلي هاد الوصفة هادي ملعقة صباحا وملعقة مساء. من بعد ما خلطتيها جيدا، ضروري من تخليط المكونات جيدا يعني العناصر، دمجيها مع بعضياتها باش تحصلي على خليط اللي غادي تحاولي انك تناوليه صباحا ومساء بمقدار ملعقة واحدة صغيرة في الصباح وملعقة في المساء، ابتداء من اول يوم لنزول الدورة الى غاية اليوم 15، وتحبسي الوصفة. وكتكون هذه وصفة مقوية ان شاء الله لتحسين جودة التبويض، وكذلك للمساعدة على سرعة حدوث الحمل. السيدات كذلك اللي عندهم ضعف الإبادة، ضعف المخزون، فهي إن شاء الله غتكون بمثابة العلاج الكافي الشافي إن شاء الله من بعد الله بطبيعة الحال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة، بالضغط على الزر اللي في الأسفل سابوني سبسكرايب، مع تفعيل خاصية الجرس باش ديما توصلي بجديد القناة. مازال جايين وصفات قوية إن شاء الله، خليك ديما في هذه القناة، وإن شاء الله ربي غادي يفرحك وغيكرمك بالدرية الصالحة
في القريب العاجل إن شاء الله مع الدعاء وكثرة الاستغفار والتقرب إلى الله. إلى اللقاء.